حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، ما أجمل الإنسان عندما يعيش مع القرآن. والله أيها الأحبة، أمتع وألذ وأحلى وأجمل لحظات يمكن أن تشعر فيها بحلاوة الإيمان وحلاوة الدنيا والنعم التي من حولك عندما تتدبر القرآن. كل واحد منا محاط بنعم كثيرة جدا للأسف لا يشعر بها بسبب بعدنا عن القرآن، لأننا انغمسنا في الحياة المادية الدنيوية المحدودة الفانية التي يسيطر عليها الشيطان. لا حل أخي الحبيب، هناك طريقان فقط، إما أن تكون مع الله وإما أن تكون مع الدنيا فيستحوذ عليك الشيطان، يعني لا يوجد حل ثالث. فلذلك اختر الطريق الذي يوصلك إلى الله، الطريق الذي يضمن لك السعادة، اختر الطريق الذي يجعلك آمنا في الدنيا وآمنا لحظة الموت وآمنا في حياة البرزخ بعد الموت وآمنا يوم القيامة. فلذلك هنا أخي الحبيب ينبغي أن تمضي وقتك في التدبر. أنا هذه نصيحة وأنا طبعا أطبقها منذ سنوات طويلة، أن معظم وقتي خلال النهار قبيل النوم بعد الاستيقاظ عندما أكون في مشوار في رحلة في قضاء عمل معين، دائما تجد آيات القرآن في دماغي، أستحضر آية معينة وأبدأ بتدبرها وتأملها. والله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء من عباده، يعني سيدنا الخضر عليه السلام الله أعطاه علما أعلى بكثير من علم سيدنا موسى، مع العلم أن موسى عليه السلام هو من الرسل أولي العزم وهو الذي كلم الله، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وأكثر اسم نبي ورد في القرآن هو اسم موسى عليه السلام، على ما أذكر 136 مرة اسم موسى ورد كثيرا في القرآن، وقصة موسى هي الأكثر تكرارا في القرآن على فكرة. على الرغم من ذلك، عندما شعر سيدنا موسى أنه أعلم أهل الأرض قال له الله سبحانه وتعالى اذهب إلى عبد صالح، وأعطاه إشارة وهي الحوت، فذهب إلى مجمع البحرين. وطبعا مجمع البحرين اختلف العلماء أين هو يعني. والقرآن، انظر أخي الحبيب من عظمة القرآن أنه لا يلهيك أو لا يأخذك بعيدا عن العبرة. لذلك القرآن نادرا ما يذكر التواريخ، نادرا ما يذكر الأماكن، نادرا ما يذكر التفاصيل، الأسماء لا يذكر إلا ما كان ضروريا جدا منها. يعني تخيل في القرآن الكريم لم يذكر اسم ولا امرأة إلا امرأة واحدة وهي السيدة مريم، لأنها يعني أولا هي أم المسيح وهي آية، هي وابنها، وهذه السيدة العظيمة العذراء المطهرة كانت معجزة بحد ذاتها، وبالتالي استحقت أن يذكر اسمها في القرآن فقط. لو كان القرآن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يمكن، يعني يقولون النبي يحب النساء، كان يمكن أن يضع أسماء نسائه مثلا لو كانت قضية عشوائية، أو لو أنه كلام بشر. في سورة يوسف انظر معي كم اسم ذكر، اقرأ سورة يوسف
حتى على فكرة اسم الخضر لم يذكر، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، لم يذكر اسم الخضر، ذكر العبد الصالح. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن علم من لدن الله عز وجل، لا يكتسب لا بالكتب ولا بالدراسة ولا بالتجربة ولا بالتفكير ولا بالتأمل، هو علم لدني، وهو من أعلى أنواع العلوم، لأن العلم اللدني يكشف لك الغيب. هل العلماء اليوم ونحن في القرن 21 إذا اجتمعوا هل يستطيعون أن يتنبأوا ماذا سيحدث في الغد؟ لا يستطيعون، سوى احتمالات. فالعلم اللدني فيه علم الغيب، فيه علم ترى ما وراء البحار، ترى المستقبل، وبالتالي هو علم معقد جدا. الله يعطيه لمن أحب. لذلك إذا سأل أحدكم فليقل اللهم آتني من لدنك علما، من لدنك علما. في قصة يوسف أيها الأحبة، ما هي الأسماء التي ذكرت؟ ذكر اسم يعقوب وهو نبي، واسم إسحاق والد سيدنا يعقوب، واسم إبراهيم جده، واسم يوسف، أربعة أسماء. الإخوة لم يذكر الله اسمهم، أسماءهم، لماذا؟ لكي لا يصرف دماغك إلى شيء ليس منه فائدة. ما الفائدة أن أعرف أن إخوة يوسف أسماؤهم كذا وكذا وبنيامين وكذا وكذا؟ لن تقدم لي عبرة إضافية. الله في سورة يوسف ركز على السلوك، على سلوك هؤلاء الأشخاص إخوة يوسف، وكيف خدعوا أباهم، كيف أرادوا قتل أخيهم، كيف تآمروا عليه، يأخذك إلى العبرة مباشرة، سبحان الله. حتى اسم الملك لم يذكر، على من الممكن أن يقول الله سبحانه وتعالى وقال الملك فلان، كما في كل الكتب المقدسة، يعني الكتاب المقدس الموجود بين أيدينا الآن، طبعا هو محرف بنسبة يمكن 99%، يذكر أسماء لدرجة يعني الملل، بالمئات بالمئات تجد الأسماء وليس منها فائدة. فلان ولد فلان، فلان ولد فلان، فلان سلسلة طويلة، ثم الملك فلان وفلان، وأسماء ليس منها أي عبرة وليس منها أي فائدة ولا تقدم لنا شيء في حياتنا. هذا يدل على التحريف أخي الحبيب. سورة مريم أيضا لم يذكر فيها أسماء، اسم السيدة مريم، اسم عيسى عليه السلام، وبعض أسماء الأنبياء مثل إبراهيم، مثل نوح، مثل آدم، مثل إسرائيل، كلهم أنبياء كرام. فإذا هنا المعلومة التي أحببت أن أوصلها لك اليوم أخي الحبيب، أن القرآن يركز على العبرة ولا ويجنبك المعلومات التي يمكن أن تصرفك أو تشغلك عن العبرة وعن الموضوع الأساسي. وهذا المنهج أو هذا المنهج نجده من أول القرآن لآخره. في سورة غافر مثلا، هناك رجل مؤمن من آل فرعون كان يكتم إيمانه، كان من الممكن الله عز وجل أن يقول وقال فلان ابن فلان، أو مع رتبته الوزير الفلاني مثلا كذا كذا. لا، ماذا قال تعالى؟ قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ثم بعد ذلك عندما أراد أن يتحدث عنه أيضا قال وقال الذي آمن، يا قوم، الذي آمن، عبر عنه بصيغة الذي آمن. أول مرة قال مؤمن ثم قال الذي آمن.
ولم يذكر اسمه أبدا. لماذا؟ لأن الاسم، شوف أخي الحبيب، حسب مبادئ علم النفس الاسم يثير في دماغك ذكريات معينة. يعني الإنسان قد يتعرف على إنسانة يحبها اسمها اسم معين، هذا الاسم ينحفر في دماغه ويثير لديه مشاعر معينة كلما سمع هذا الاسم. والقرآن الكريم كتاب عبادة، كتاب تفكر، كتاب عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حتى أسماء الرجال أيضا، إذا كان عندك ابن مدلل واسمه كذا فقدت هذا الابن وحزنت عليه، يبقى أثر الحزن في داخلك مرتبطا بهذا الاسم. القرآن هنا أعطانا فقط أسماء الأنبياء وأسماء بعض الطغاة، أبو لهب، فرعون، وهذه أسماء عامة لا يمكن للدماغ أن يربطها بأحداث مرت بحياته أو ذكريات. لماذا؟ لأنها أسماء أنبياء مربوطة في ذهنه منذ الصغر بأن هذا نبي. فمثلا اسم يعقوب أو اسم يوسف أو اسم آدم، هذه الأسماء مربوطة في دماغنا منذ أن ولدنا وتعلمنا، نعلم أن هناك النبي آدم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي عيسى، وبالتالي هذه الأسماء أخذت خصوصية. فتصور لو أن القرآن ذكر لك مئات الأسماء، أولا من الصعب أن تحفظ هذه الأسماء كلها، ثانيا ستشغل دماغك وذاكرتك وتفكيرك بأسماء لا فائدة منها. يعني ما الذي يهمني أنا إن كان هذا الرجل اسمه كذا أو كذا؟ أنا يهمني التصرف الذي قام به. القرآن لا يذكر أماكن إلا ما هو ضروري منها. يعني مثلا في قصة يوسف ذكر مصر، ولكن لم يذكر من أين جاء إخوة يوسف. واسأل القرية التي كنا، ما هي اسم القرية؟ لا نعلم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي مدينة؟ لا نعلم. فهو أراد أن يركز تفكيرك على الرجل وما قاله هذا الرجل وما فعله والعبرة منه، وليس على الأسماء، لأن الأسماء كما قلت لك في القصص تعطي أثرا نفسيا تصرفك عن العبرة. ثم هناك شيء آخر، قد تتشابه الأسماء عبر يعني مثلا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هناك أسماء كثيرة متشابهة. فلو كان النبي هو من كتب المصحف وكتب اسم مثلا معين من أسماء الصحابة، ففي كل مرة سيقول لك فلان ابن فلان، لا حتى اسم أبي بكر رضي الله عنه، وهو أهم شخصية يعني عاصرت النبي وآمن به رضي الله عنه، وكان يعني نعم الصاحب ونعم الصديق ونعم الصاحب في السفر. عندما ذكره الله في الغار لم يقل إذ يقول لصاحبه أبي بكر، لا، قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لكي لا يصرف ذهنك باتجاه اسم معين أو صفة معينة، بل يجعلك دائما تركز على الحدث. يعني انظر في سورة يوسف مثلا، ألف لام راء، بعد ذلك يتحدث في آيتين أو ثلاثة فقط عن القرآن، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. انظر هذه المقدمة عبارة عن سطرين فقط،
إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. أخذك مباشرة لقلب الحدث، مع العلم أنك إذا ذهبت إلى الكتاب المقدس المحرف تجد صفحات، عشرات الصفحات حتى تصل إلى قصة يوسف، تجد حديثا عن يعقوب وما فعله وقصته مع أخيه وأبيه، ويعني قصص 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 هكذا، ثم يعني يدخلك في في الموضوع. لا، هنا في القرآن الله عز وجل يأخذنا مباشرة لقلب الحدث. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. إذن الذي يهمني أنا لا يهمني طفولة سيدنا يوسف، كيف ولد ومن أرضعه وكيف عاش بين إخوته، وما يهتم به القصاص يعني وكتاب الروايات. لا، أخذك إلى الحلم أو الرؤية التي ستغير مصير هذا الإنسان سيدنا يوسف، وأخذك إلى العبرة. في آخر القصة قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا هو ملخص سورة يوسف، إنه من يأهى، وهذا الكلام ورد على لسان سيدنا يوسف، قال لإخوتي بعد أن رأوا أن الله فضله عليه، قال: لا، القضية ليست أن الله يفضل فلان وفلان هكذا عشوائيا، لا، هناك مقاييس عند الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت تصل لمرضات الله بالتقوى، تصل للتقرب إلى الله بالعمل الصالح. قال لهم عندما قالوا له، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. يعني انظر حتى هذه العبارة، سبحان الله، يعني ادعوا أن الله فضل يوسف عليهم فقط هكذا من دون سبب. قال: لا، قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. علمهم أن سيدنا يوسف بلغ هذه المنزلة من الملك ومن العطاء بفضل التقوى والصبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.